وشاء الله أمرا قد قضاه ولله المشيئة والقضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة رابعة متوسط في هذا الامتحان رقم 2 المقترح بالنسبة للفصل الأول. تجدون الامتحان رقم 1 في صندوق الوصف الذي يتكلم عن المدينة، يعني النص الوصفي بالنسبة لولاية ما. أما في هذا الامتحان راح نتطرق إلى نص يتكلم على الشهداء، إذن ركز معي جيدا. إذن هذا هو نموذج الاختبار ونبتدئ على بركة الله. إذن لو تكست Gloire à nos ancêtres, يعني المجد لأسلافنا أو لشهدائنا. Les héros sont souvent des gens simples. الأبطال غالبا ما يكونون أناسا عاديين أو بسطاء. Ni mythes ni légendes. ليسوا خرافيين وليسوا أساطير. Mais pour nous, ولكن بالنسبة لنا, des femmes et des hommes, نساء ورجال, tels que مثل زيرود يوسف, لعبي بن مهدي, بن بولعيد, فاضل سعدان, ديدوش مغاد, حاسب بن بوعلي، مصطفى بن بولعيد، اي بيان دوتخ مارتير، وايضا بالاضافه الى شهداء اخرين. اذا كل هذا الشهداء سون انوزيو، يعني في اعيننا او هم في اعيننا، بارمي لي هيرو، يعني من بين الابطال، كيون شونجي لو كور دو ليستواغ، الذين غيروا مجرى التاريخ. A l'occasion de la commémoration du 1er novembre 1954، يعني وبمناسبه إحياء ذكرى أول نوفمبر من عام 1954، nous devons leur rendre hommage، أي يجب علينا تكريمهم أو تمجيدهم. rendre hommage هو التكريم أو التمجيد. et ce pour plusieurs raisons، وذلك لعدة أسباب، أو هذا لعدة أسباب. إذن نروحوا لزغم اللي هما الحجج. d'abord بداية أو أولا، il faut que nous soyons reconnaissants envers eux، بمعنى يجب أن نكون ممتنين لهم. par respect، بالاحترام. à notre existence sur des terres libres، ولتواجدنا في أراضي مستقلة، telles que celles de notre pays، مثل بلادنا. en outre، علاوة على ذلك أو بالإضافة إلى ذلك، ces femmes et ces hommes، هذه النساء وهؤلاء الرجال، ont sacrifié leur vie، يعني ضحوا بحياتهم، pour que nous vivons en paix، لكي نعيش في سلام. dans un pays indépendant، يعني في بلد مستقل. ils ont quitté leur famille، غادروا أهاليهم أو عائلاتهم، et ont rejoint les maquis، وانضموا إلى المقاتلين، pour défendre tous les Algériens، لكي يدافعوا على كل الجزائريين. ils ont tout mis en œuvre et utilisé tous les moyens disponibles pour que l'Algérie soit indépendante، يعني أنه فعلوا كل ما في وسعهم واستعملوا كل الوسائل المتاحة لكي تكون الجزائر مستقلة. donc إذن c'est l'occasion de mettre en valeur la mémoire de ces héros، بمعنى أنه إنها فرصة لتسليط الضوء على هؤلاء الأبطال qui étaient jusqu'à dernier instant، والذين كانوا حتى اللحظات الأخيرة، de leur vie، من حياتهم، un exemple à suivre، يعني مثال يحتذى به، par les générations leur ayant succédé، بمعنى أنه مثال يحتذى به من قبل الأجيال الذين من خلفهم. ils sont ainsi un héritage، وتركوا أيضا إرثا رائعا، un héritage fabuleux de bravoure، يعني إرثا رائعا من الشجاعة، de vertu، يعني الفضائل، et de fidélité à la patrie، والوفاء أو الولاء للوطن. إذن هذا فيما يخص النص. نمر إلى الأسئلة. Les questions. Compréhension de l'écrit. أسئلة فهم النص. A. Ce texte parle، هذا النص يتكلم، des sacrifices des martyrs algériens، يعني تضحيات شهداء الجزائر، أو يتكلم de l'Algérie après son indépendance، يتكلم على الجزائر بعد الاستقلال، أو أنه يتكلم على دي مانيفيستاسيون دو 8 ماي 1947، يعني على تظاهرات 8 ماي 1945. إذا بطبيعة الحال راه يتكلم على تضحيات الشهداء الجزائريين، دي ساكريفيس دي مارتير الجيريان. بي سو تيكست اي دو تيب، هذا النص من نوع ديسكريبتيف افيزي ارغيومونتاتيف، وصفي بهدف حججي، أو بيان ناراتيف افيزي ارغيومونتاتيف، يعني قصصي بهدف حججي، أو بيان إكسبليكاتيف أفيزي
argumentative بمعنى شرحي أو توضيحي بهدف حجج. إذا بطبيعة الحال هنا النصوص التاريخية دائما ما هي عبارة عن نصوص قصصية نغاتيف. أما بالنسبة للسيكونس اللي قريتها الأولى تاع الوصف مدينة هي ديسكريبتيف افيزي argumentative. هذا بالنسبة للسؤال ب. نشوفوا لا كيستيون سي. لوتور ابورد ان سوجي، يعني المؤلف يناقش موضوعا. الموضوع هذا كيفاش داير؟ هيستوريك تاريخي او بيان كولتورال ثقافي او بيان ايكونوميك اقتصادي. اذا بطبيعه الحال مادام يحكي على الشهداء الجزائريين اذا هذا موضوع تاريخي، ان سوجي هيستوريك. دوزيامو كومبليت لو طابلو سويفون، يعني اكمل الجدول التالي. اعطاني لو تام اللي هو الموضوع، لا تيز اللي هي وجهه نظر او راي الكاتب، لي كونيكتور دو نوميراسيون اللي هي الموصلات. اذا راح نحي هذا الجدول ونكبره باش تكون الكتابه واضحه. نرجع للنص. اذا لو تام تاعنا على مرة يحكي على تضحيات الشهداء تاع الجزائر، او انه يحكي على تكريم شهداء الجزائر. اذا نقدر نقولوا اوماج روندو اللي هي روندغ اوماج، يعني تكريم او تمجيد، ونقدر نقول ساكريفيس دي مارتير الجزائريين. اذا هذا بالنسبه لو تام الموضوع. اما بالنسبه للاتاز اللي هي وجهه نظر الكاتب، انه هنا قال بلي هذو الابطال هم من غيروا مجرى التاريخ. اذا ليغو كي اون شونجي كور دو ليستوار. اذا هذا بالنسبه للاتاز. اما فيما يخص لي كونيكتور، اذا عندكم دابور، عندكم اونوتر، وعندنا ايضا دونك. اذا هذا فيما يخص الجدول. اذا واش نقول في لو تام؟ نقول يا اما لوماج روندو او مارتير دو لا ريفوليسيون، معناها تمجيد او تكريم الشهداء الثوره، ونقدر نقول ايضا لو ساكريفيس دو نو مارتير، يعني تضحيات شهدائنا. اما فيما يخص لا تيز كما قلنا قبل قليل، قلنا لي مارتير الجيريان سون لي هيرو كي اون شانجي لو كور دو ليستوار، يعني شهداء الجزائر هم ابطال غيروا مجرى التاريخ. فيما يخص لي كونيكتور كما شفنا قبل قليل، دابور اونوتر او بيان دونك. اذا هذا فيما يخص الجدول. نمر الى السؤال الموالي، لا كيستيون بي. ريكري لا تيز اون امبلويون ان فيرب دوبينيون. قال لك عاود اكتب لي لا تيز هذه اللي شفناها قبل قليل، عاود اكتبها لي باستعمال فعل راي، ان فيرب دوبينيون. افعال الراي قريناهم بزاف. اذا على سبيل المثال واش نقول؟ نقول جافيرم كو، يعني اؤكد بان لي مارتير الجيريان سون لي هيرو كي اون شانجي لو كور دو ليستوار. إذا أؤكد بأن شهداء الجزائر هم الأبطال الذين غيروا مجرى التاريخ. troisième réponds par vrai ou faux، أجب بصح أو خطأ. les martyrs algériens sont des personnes connues. إذا شهداء الجزائر هم أشخاص معروفون. إذا بطبيعة الحال نعرف ديدوش مراد، زيغود يوسف، حسيبة بن بوعلي، مصطفى بن بولعيد إلى آخره. إذا هم أشخاص معروفون بالنسبة إلينا، ونقدر نشوفه هنا في النص هذه à nos yeux، يعني parmi les héros، يعني في أعيننا هم من بين الأبطال. إذن إجابة صحيحة vrai. ils ont sacrifié leur vie pour la libération de l'Algérie، يعني ضحوا بحياتهم من أجل استقلال أو تحرير الجزائر. وراها موجودة هنا في النص، ont sacrifié leur vie pour que nous vivons en paix، إذن باش نعيشوا بسلام. إذن إجابة صحيحة. الجملة الأخيرة ils n'ont laissé aucun héritage، لم يتركوا ولا إرثا. إغتاج هو الإرث. إذن لما نرجع آخر النص هنا نجد ليسون أنسي أن إغتاج فابيلو. إذن إجابة خاطئة فو. هذا بالنسبة للسؤال الثالث. كاتريام كيستيون نو فيفيون أون بي دونز أن بي أنديبوندون، عشنا في سلام في بلد مستقل. أنديبوندون هو مستقل. غوتروف دون لو تكست أن مو سينونيم، يعني أوجد في النص كلمة مرادفة لهذه الصفة المسطر تحتها. لما نرجع للنص انديبوندو يعني مستقل، نصيبه هنا هي ليبر. إذن واش نقول؟ انديبوندو إيغال ليبر. سانكيم كيستيون غوليف دو تيكست دو مو كي غونفوا ا، يعني يستخرج من النص كلمتان تعودان إلى لا ريفوليسيون الجيريان، يعني الثورة الجزائرية. لما نرجع للنص نصيب لي ايغو اللي هما الابطال، ونصيب ايضا لي مارتير اللي هما الشهداء. هادو كامل يدلوا على الثورة الجزائرية، ايغو اي مارتير. 16e question dans la nature des deux propositions souligne، اذكر طبيعة الجملتين التاليتين.
il faut que nous soyons reconnaissants envers nos ancêtres, بمعنى يجب أن نكون ممتنين لأسلافنا. Deuxième phrase, ces héros, هؤلاء الأبطال, que le peuple algérien salue, الذين يحييهم الشعب الجزائر, sont souvent des gens simples. غالبا ما يكونون أناسا بسطا. إذن شوف معي راح نعود الجملة هنا يا ونسطر تحت لا بروبوزيسيون هذه. إذن هذه كوش راه يسبقها ان فيرب يعني فعل. إذن نسميها بروبوزيسيون سيبوردوني كومبليتيف جملة تكميلية. أما بالنسبة للجملة الثانية سيغو هذه الجملة أنا حبست هنا لماذا؟ لأنه كاين فعل واحد آخر. إذن هنا تحبس لا بروبوزيسيون سيبوردوني غولاتيف. علاش غولاتيف؟ لأنه الكو هذه يسبقها النو يسبقها اسم. إذن هذا الفرق بين لا بروبوزيسيون سيبوردوني كومبليتيف ولا بروبوزيسيون سيبوردوني غولاتيف بكل سهولة. سيتيام كيستيون أ كي رونفوا لو برونو سوليني دون لو تكس. إلى من يعود الضمير المسطر في النص؟ إذن الضمير هو لوغ هذا راه مسطرين عليه. لمن يعود هذا؟ نعاود نقرا الجملة. À l'occasion de la commémoration du 1er novembre 1954 بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر nous devons leur rendre hommage. يجب علينا تكريمهم أو تمجيدهم. شكون هما؟ هما لي مارتير يعني الشهداء. إذن leur renvoie martyr. هذا بالنسبة للسؤال السابع. 8e question complète أكمل. Il faut que nous soyons reconnaissants envers eux. أنه يجب أن نكون ممتنين لهم للشهداء بمعنى il faut que je. نعوض هذا لو فيرب soyons راه مصرف في السبجونكتيف. إذن مع je نقولوا soit. إذن هذه الجملة il faut que je sois reconnaissant envers eux. أما فيما يخص الجملة الأخيرة il faut que les Algériens نعوضها بإلى avec S نزيدوا S عفوا هنا S les Algériens soient avec O I E N T. هذا لو فيرب être راهو في السبجونكتيف وعادة ما في الفصل الأول راح ندلكم على لو بريزون دو لانديكاتيف. إذن ركز على زمن الحاضر. La situation d'intégration يعني التعبير الكتابي أو الوضعية الإدماجية. Certains pensent que la femme algérienne n'a pas joué un grand rôle durant la révolution algérienne. البعض يعتقد أن المرأة الجزائرية لم تلعب دورا كبيرا في الثورة الجزائرية. Mais la réalité, لكن الحقيقة, et l'histoire en témoigne le contraire. لكن الحقيقة والتاريخ يشهدان عكس ذلك. En effet, sa contribution a été remarquable. في الواقع كانت مساهمتها استثنائية أو ظاهرة. إذن المطلوب مني consigne complète le texte suivant en rédigeant le développement. أكمل هذا النص بتحرير العرض. Tu choisiras trois arguments convaincants. بمعنى أنه اختر ثلاث حجج مقنعة. وش أعطاني لو تكست؟ Durant la guerre d'Algérie, أثناء الحرب أو خلال الحرب الجزائرية, de nombreuses femmes ont pris part au mouvement de libération de 1954 à 1962. خلال الحرب الجزائرية, العديد من النساء شاركنا في حركة التحرير منذ عام 1954 إلى 1962. Elles ont contribué à leur façon à libérer l'Algérie des colons français. لقد ساهمنا بطريقتهن الخاصة في تحرير الجزائر من المستوطن الفرنسي. إذا أعطاني مقدمة وقال لي أعطيني الحجج الموجودة في العرض. إذا الحجج كالتالي. الحجة الأولى premier argument d'abord les femmes ont constitué un élément essentiel dans la lutte de libération. النساء شكلوا عنصرا أساسيا في الكفاح أو في النضال من أجل التحرير la libération. Ensuite, plusieurs femmes ont combattu l'occupant français. العديد من النساء حاربوا المستعمر الفرنسي comme Lalla Fatma Nsouma مثل Lalla Fatma Nsouma. Troisième argument, puis elles ont soigné les blessés en abritant les mujahidin. عالجوا أو قاموا بمعالجة الجرحى وذلك بإيواء المجاهدين. الحجة الرابعة هو قال لي ثلاثة فقط أما أنا زدت الرابعة. Enfin, elles ont sacrifié يعني ضحوا et ont risqué وخاطروا leur vie dans les difficiles montagnes de l'Algérie.
يعني ضحوا وخاطروا بحياتهم في جبال الجزائر الصعبة. إذن هذا هو لو ديفلوبمون، وتقدر تزيد أو تضيف جمل خاصين بك أنت. إذن هو ما طلبش مني ندير الخاتمة، لكن أنا نضيفها لا كونكليزيون. إذن أون كونكليزيون، La femme a joué un rôle très important. المرأة لعبت دورا جد مهم دو لا ليبراسيون دو لالجيري، في تحرير الجزائر، grâce à son courage، بفضل شجاعتها. أو أني نقدر ندير خاتمة أخرى، en conclusion il faut respecter et rendre hommage à la femme algérienne pour son courage. يجب أن نحترم وأن نكرم المرأة الجزائرية لشجاعتها. إذن هذا هو الوضعية الإدماجية فيما يخص دور المرأة الجزائرية في حرب التحرير الوطني. إذن بهذا أشكركم على حسن المتابعة. في فيديو آخر إن شاء الله، لا تنسون من خالص دعائكم. سلام.